مباشرة من مرسيليا وبالضبط من ميناء مرسيليا مع الجالية الجزائرية التي كانت في الجزائر لمدة 6 أشهر، والآن أول باخرة تصل إلى مرسيليا دانيال كازانوفا. ولهذا نمد لكم هذه التساؤلات عن كل اللي يوقع هنا في مرسيليا المقيمة هنا، ما شاء الله اللي وصلوا في أمان، ونطلب من السلطات تاعنا تاع الدولة الجزائرية الشكر الجزيل اللي قامت بهذا التعبير. شاهدوا الآن خروج السيارات للجالية الجزائرية وهما فرحانين بالرجوع إلى مرسيليا. وهناك عدة عائلات كانوا متوحشين الآباء تاعهم والأولاد، ولهذا نشكر كل اللي ساهم في هذه الرحلة، وإن شاء الله البقية اللي راهي في البلاد إن شاء الله تكون في أحسن ما يرام إن شاء الله، وتجي في صحة جيدة إن شاء الله إلى فرنسا من أجل العمل ومن أجل الأولاد. وهذا شكرا للسلطات المعنية اللي قامت بهذه المبادرة يعني لمدة 6 أشهر مع الفيروس كورونا. فوالا نشوفوا عدة سيارات خروج من. السلام عليكم أخي، مرحبا بكم. وهران خويا، واش قلنا على هذا الرجوع تاعكم اللي كان في البلاد إن شاء الله؟ سيتي بيان باسي، الله يرحمكم. الله يفتح عليك. وهران حاسبوني. صحيت، بارك الله فيك أخي. السلام عليكم. الرجوع الجالية تاعنا الجزائرية هنايا استمرنا في انتظارهم لمدة شهور. عندنا العائلة تبلوكات اللي هي في البلاد لمدة شهر ونص، والآن الحمد لله السلطات الجزائرية سهلت الهام وكذا وإلى آخره، ورجعوا الأحضان العائلة نتاعهم، وهذا ما نقول، وتبارك الله في السلطة الجزائرية. ونشكر السيد رئيس الجمهورية خصوصا على المجهودات اللي بذلها، ونشكر الحكومة كذلك. باسكو ماشي سهلة في هذا المومون تاع الفيروس كورونا باش يجوا اول باخرة تنزل هنا في مرسيليا، ماشي سهلة. صحيح هذا، وهذا المجهودات كلها ترجع للدولة الجزائرية اللي قائمة بالواجب تاعها، والشكر الموصول للحكومة والرئيس تبون، خاصة الرئيس تبون. بارك الله فيك أخي، وشكرا على المبادرة هذه. بارك الله فيك. شاهدوا السيارات نازلة من الباخرة. السلام عليكم.